أنا أحاول قدر المستطاع إن قدرت يعني أخلصها قبل 7، علشان اللي مواظبين على حضور المحاضرات بتاعت بنها اللي هي قسم الأشعة في جامعة بنها. باي ذا واي يعني محاضرات كويسة الواحد بيستفيد منها يعني. أنا طبعا يعني عشان المرحلة الحالية بنقي منها بعض المحاضرات، لكن الشباب الصغير دوس في كله بقى، ربنا ييسر لكم الحال. قبل ما أبدأ بس دقيقتين، حابب أتكلم على حاجة بسيطة. أنا بحاول كده يعني في كل المحاضرات أو اللقاءات اللي بينا يعني أضيف حتة كده يعني بره موضوع العلم الصافي، نقطة صغيرة على علاقتنا بالكلينيشن. أنا عارف هتقولي مش وقتها وكده، لا وقتها. المحاضرة دي أنا أدين بيها للفضل، الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، لأستاذ دكتور سيد صفي الدين الله يرحمه. أنا جيت أعيد عليه في العيد اللي فات، ففوجئت إنه توفي من فترة، ربنا يرحمه ويغفر له. هو اللي علمني الجزء بتاع الجوينت ألترا ساوند. طب دكتور صفي الدين ده تخصصه إيه؟ عظام. عظام. فالعلاقة ما بيننا وبين بعض مش المفروض تكون في صورة حرب وكده، وده هينافسني وياخد السونار مني فمش هعلمه وكلام من هذا القبيل. أنا حابب أقول إن اللي علمني الإكس راي زميلي عظام، وبره المستشفى بتاعتي. أنا كنت مستشفى الهلال بتاعة العظام، ما عرفتش أتعلم فيها. رحت لزميلي دكتور حازم عمر في مستشفى أم المصريين، وقضيت معاه النبطشيات بتاعته بتاع النيابة، وبدأت أتعلم منه الإكس راي. السونار كان مستواي متواضع. سافرت السعوديه، لقيت استاذ دكتور سيد صفي الدين الله يرحمه بعت لي مثلا كانت حاله، يقول لي شوف لي دي جوتي ارترايتس ولا لا. فقلت له بصراحه مش عارف يعني. فقال لي لا يعني دي بيتبان فيها كذا وكذا، والكريستال بتبقى على السيرفيس. لقيته ما شاء الله عارف. في دكتور تاني اسمه حازم من تونس، لقيته بيقول لي انا شاكك في صدري اوست الابسس في الطفل ده، فتشوفوا لي بالسونار. برضه قلت له لا ما اعرفش. قال لي خلاص خد الارتكل دي، هو تونسي فارتكل فرنساوي. قعدت اشوف الصور وكده، وبداوا يسبلاي مي بالحالات، لحد الحمد لله مستوايا ما بقى كويس. فاللي علمني يا جماعه كلينيشنز، يعني في تخصص الام اس كي بالذات كلينيشنز. فلذلك لما باجي اشرح اكس راي ما بقولش يعني انا ماشي، انا مركز على نواب الاشعه، لكن لا اعلمه نواب العظام. خلي نايب العظام يسمع معاك الاكس راي، خلي نايب النساء يسمع معاك السونار. طالما الحته دي هتفيد المريض خلاص مفيش بقى داعي للايه للحروب وكده. ربنا يكتب اجر المحاضره دي ان شاء الله الاستاذ دكتور سيد صفي الدين الله يرحمه. لما عرفت يعني الخبر انا قلت هعملها لوجه الله وانشرها، وان شاء الله تسجيل الفيديو هنشره بعدها مباشره يعني. فلذلك يعني انا حبيت اقول العلاقه بيننا وبين الكلينيشن مالكش دعوه بحته البرايفت والناس بتقول كذا ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل. اقول حاجه تانية، اول واحد مسكني بروب سونار في الابدومن استاذ دكتور جمال عصمت تروبيكال جي اي، اول دكتوره مسكتني بروب سونار في النساء استاذ دكتوره سوزان رأفت مستشفى الجلاء نساء وتوليد. فلا الكلينيشنز ليهم فضل علينا. فلذلك لازم تبقى العلاقه ما بيننا علاقه تكميليه، احنا الاثنين شغالين للمريض، مالكوش دعوه بقى بالايه بالكلام اللي بيتقال انا مش هعلمه وهو هيخطف مني وكلام من ده، ربنا اللي بيحاسب بقى في الاخر. انت علمته حاجة واساء استخدامها خلاص يعني، ده مع علاقته بقى مع ربنا. لكن لو حد طلب منك حاجة علمها له، ومالكش دعوة لو انت طلبت حاجة من حد ما علمهاكش انا بقى هتعامل بنفس الشكل، لا اتعامل باخلاقك انت مش باخلاق التانيين. معلش على الطلب في الجزء ده. نبدأ بقى المحاضرة بتاعتنا. والمحاضرة ما حدش يشخبط يا شباب، ماشي. في ناس بتحب الانوتيشن قوي، ماشي ما بحاول اشيل بقى الانوتيشن ده. تمام. المحاضره عباره عن جزئين، جزء انا كنت مخليه للاناتومي ده حاجه 90 سايت، فده الواحد ممكن ياخد ساعه، وجزء للباثولوجي. انا هخش على الباثولوجي، ولو احتاجنا حاجه جروس في الاناتومي هنرجع لها، عشان بس ايه المحاضره ما تاخدش وقت طويل قوي. اوكي، فنبدا بالباثولوجي.
انواع الارثرايتس، قبل حتى ما ابدا بانواع الارثرايتس حاجه بسيطه خالص على الجوينت. بصوا يا شباب، اي جوينت عباره عن ايه؟ عباره عن اتنين بونز مع بعض ارتكيوليتنج مع بعضهم. عشان الحركه تتم بسهوله لازم يكون في سطح املس ما بين الاثنين اللي هو الهايلاين كارتليج، ولازم يكون حاجه كده تساعد على اللوبليكيشن اللي هو الساينوفيال فلويد، يعني في ساينوفيوم وحواليها بقى الكبسول. بعض الجوينت الثانيه هتلاقي في نوع ثاني من الكارتليج غير الهايلاين. الهايلاين كارتليج ده اسمه ارتيكولار كارتليج، في نوع ثاني زي في النين ده مثلا الفيمر دي التيبيا، يبقى ده اسمه فايبرو كارتليج اللي هو في صوره المينسكاي، وبرده موجود في الريست في صوره الترانجولار فايبرو كارتليج. دول المكانين الرئيسيين. اذروايز ده لونه هايبر ايكويك، اذروايز الهايبو ايكويك الخط الاسود الرفيع ده اللي موجود immediately على البون ده هايلاين كارتليج، وده طبعا الكورتكس اوف البون. انا اي كانوت سي بيوند الكورتكس، تمام؟ فاحنا عندنا دي ارتكيوليتنج بون ودي articulating bone، ده opposing surfaces، وده تقريبا الديستانس بتاعت الجوينت. ده كده فايبرو كارتليج موجود في قلنا بعض الجوينتس، وده الهايلاين كارتليج اللي هي الخطوط السوداء. حوالينها بقى هتلاقي ligaments and tendons and. ده كده in a simple way. اوكي. اللي بيسأل على محاضرات بنها دي موجوده على الايجيبشن سوسايتي اوف راديولوجي، ان شاء الله ذكروني بس وانا بنهي المحاضره انا ممكن ارفع لكم اللينك يعني. اوكي طيب نخش على الباثولوجيست تو سيف تايم. احنا عندنا في ثلاث مواضيع رئيسيه. اوستيو ارثرايتس هتجيلنا على طول، جاوتي بتجيلنا برضو كتير، وروماتويد بتجيلنا كتير، الباقي يعني بلس اور ماينس. فاحنا نبدا باول موضوع فيهم اللي هو الاوستيو ارثرايتس. هتقول لي يعني اوستيو ارثرايتس ده از يعني راديوجرافيك دايجنوزس، اكس راي دايجنوزس، معروفه ان ايه خلاص ناروينج للجوينت سبيس نون يونيفورم واي مور على الميديال، بون برودكشن osteophytes, bone production, subchondral sclerosis, cartilage resorption, reduction للjoint space, subchondral cyst, sometimes loose bodies, and. This is X-ray finding. لكن احنا بالسونار غالبا مش هيبعت لك العيانة يقول لك شوف osteoarthritis ولا لا. أمال الحالة هتجي لك في صورة ايه؟ غالبا يا إما lower limb edema شوف لي السبب ايه، يا اما دايركت duplex study to rule out DVT. دي اشهر شكوى واشهر فحص الاوستيو ارثرايتس commonly presented as lower limb pain or edema request duplex study to rule out DVT. طيب ايه بقى اللي بنشوفه بالالتراساوند؟ The most common طبعا joint knee, old age knee pain, rule out DVT. خلاص no DVT by examination of the veins. What else؟ دي نقطة نحاول نثبتها إن شاء الله رب العالمين. خلال الأسبوع ده هرفع لكم كام حالة، أنا حاليا بروح يوم ودي كده لمستشفى الفيوم العام، فربنا أكرمنا بكام حالة الفحص الأولاني نورمال. مش هخبطه بقى براحتكم، انا خلاص يعني هبقى اسجلها مع نفسي بقى. الفحص الاولاني نورمال يعني ايه؟ يعني مطلوب مثلا دوبلكس ستادي للور لين طلعنا نورمال. طب العيانه بتشتكي، انا معايا اربعه خمسه او سته، كل واحد بقى يقول اوبينيون، فعملنا اديشنال ستاديز وصلنا للدياجنوز. هو ده اللي انا هعمله خلال الاسبوع ده. اقول لكم يا جماعه خلي بالك، انت لو عملت الفحص وجريت العيان ما استفادش، والعيان لسه هيلف في دايليما وهيتعب وهيتبهدل. لكن لو زودت من وقتك خمس دقائق او اقل العيان اتشخص، وانت خلاص كده بدات الطريق الصح للمريض. ان شاء الله هعمل الموضوع ده خلال الاسبوع ده في كام حاله، خصوصا دوبلر، عشان ان شاء الله يوم الخميس القادم انا رايح مستشفى الاحرار هشرح محاضره عن الباريكوز بينز، هبقى انزل الاعلان بتاعها لاحقا، فهركز اكتر في حالات الدوبلكس. دوبلكس فري تعمل ايه؟ اسال المريض شكوتك فين؟ انا يا دكتور شكوتي في رجليا كلها. طب اكتر حته يا ست الكل؟ اكتر حته موجوده عند ركبتي. شكرا، انا مش عايز حاجه ثانيه. طب في الكف ريجن؟ ودايما حاول تسال اسئله مش ليدنج، يعني ايه؟
قول لها طب في الحته اللي قدام من الساق، طب في الحته مش عارف اللاترال، ابعد عن المكان اللي شكوى، هتلاقي هي بتشاور لك على مكان الشكوى صح. لان في ناس، بعض الناس لو عملت ليدنج كويستشن في الحته دي هيقول لك اه، طب الحته دي هيقول لك برضه اه. تمام، ايه اللي هنشوفه؟ هنشوف افيوجن. لا انا كده بقى لازم ارجع سنه اناتومي للني، حته صغننه خالص في الني، والني دي يعني حاجه اساسيه لازم كلنا، انا بشرح على مستوى النواب، النواب يعني مش لازم يكون اخصائي اللي بيسمعني، لا النواب. الني كماسكول سكيلت التراساوند ليها اربعه كومبارتمنت، الانتيرور كومبارتمنت، الميديال، اللاترال، البوستيرور. تمام، انتيرور انا عندي هنا كوادريسبس تندون بيروح لغايه الباتيلا، بيطلع منها باتيلر تندون تروح لغايه التيبيا، حته اسمها تيبيال تيبروستي. الكوادريسبس تندون بيروح للباتيلا، تطلع منه باتيلر تندون بعد كده للتيبيال تيبروستي. ما بين الكوادريسبس تندون وبين الفيمر في سوبرا باتيلر فات باد وسوبرا باتيلر بيرسا اللي فيها مينيمال فلويد اكسبتد، تحتيها انفرا باتيلر فات باد اللي فيها مينيمال فلويد لكن ما بنشوفوش. يبقى لو لقيت فلويد تحت ده سيجنيفيكانت، لكن لو لقيت مينيمال فلويد فوق ما فيش مشكله. قدام الباتيلا سطحيه بقى في بري باتيلر بيرسا اللي نورمالي ما بشوفش فلويد فيها كولابسد. الانفرا باتيلر بيرسا في منها ديب وفي منها سوبرفيشال، الاثنين ما بشوفش فيهم فلويد. تمام كده؟ طيب يبقى انا لو لقيت عيانه عندها وجع في رجليها او تورم حوالين الركبه تعمل ايه؟ حط البروب بتاعك فوق الباتيلا ال اس وعلى الباتيلا وتحت الباتيلا، كده انت خلصت الانتيريور كومبارتمنت. ده كده كوادريسبس، ادي الباتيلا، وادي كده الفيمر، سوبرا باتيلر فات ومينيمال فلويد اكسبتد. الفلويد هنا بقى ازيد؟ لا هو مش ازيد ولا حاجه. انا جيت ضغطت لاترال فالفلويد اتجمع ميديال. ضغطت ميديال الفلويد اتجمع لاتر، يعني لو عايز الفلويد تشوفه بوضوح انت مثلا هنا على اللاترال اسبك اضغط بايدك على الميديال اسبك هتلاقي الفلويد بدا يتجمع معاك. مينيمال فلويد، كلير فلويد، نو هايبرينيا، ده اكسبتد. في حاجه تانية مهمه قوي علشان العيان بتاع الجاوت، سبيشيالي علشان العيان بتاع الجاوت. تمام، في دكتور رؤية جزاه الله خيرا رفعت اللينك بتاع محاضرات بنها في الشات لو حد عايز يشوف. الريدكشن بتاع الكارتليج نون يونيفورم، صح، لان اليونيفورم ده واحده من الكرايتيريا بتاعت يا اما ليت يا اما روماتويد. طيب ايه المنظر ده؟ انا تاني الركبه على الاخر وباصص من فوق الباتيل. تمام، انا هشوف ايه المكان اللي ارتكوليت فيه الباتيلا مع الفيمر، ده اسمه تروكلير نوتش اوف ذا فيمر، وده الهايلاين كارتليج بتاعها يونيفورم هايبوكايك. السيرفيس بتاعه، السيرفيس بتاعه بالذات على الاطراف نوت ايكوجينيك، لكن طبعا في النص طبيعي ان الالتراساوند بيم نازل بيربنديكولار فبشوف شويه ايه سيرفيس خفيف، لكن على الاطراف نوت ثيك نوت هايلي ايكوجينيك، مش زي الكورتكس. ليه؟ لو بقى تخين قوي وابيض قوي شبه الكورتكس دي اسمها كوندروكالسينوزيس، تشخص لنا جاوت على طول. تمام، فدي تاني انا بتني الركبه على قد ما اقدر. خلي بالكم ان في السن الكبير مش هنعرف نتنيها قوي عشان الاوبيستي والوجع وكده، فاتنيها على قد ما تقدر وبص من فوق، خلي الويندو بتاعتك من فوق. انا عايز ورا الباتيلا، الحته اللي ورا الباتيلا اللي بتارتكوليت الباتيلا مع الفيمر هنا، فدي اسمها هايلاين كارتليج او تروكليير هايلاين كارتليج. شايفين السيرفيس بتاعها مش ابيض زي الكورتكس، مش في تخانه الكورتكس، دي نقطه مهمه للغايه. نستاذنكم يا شباب، في حد قاعد يعمل انوتيشن جامد كل شويه بيشخبط، فيبطل شخبطه الله يكرم. اللينك هبقى ابعته لكم مفيش مشكله. طيب دي كده الباتيلا، البروب بتاعي فوق الباتيلا، كوادريسبس تندون، مينيمال سوبرا باتيلر فلويد اكسبتد اللي هو هيبقى موجود هنا، لكن طبيعي ده سبكتينيوس فات ريديو لوسنت، هنا سوبرا باتيلر فات ريديو لوسنت، انفرا باتيلر فات ريديو لوسنت. تمام، طبعا ده كده بقى بالالترا ساوند هايبوكايك سبكتينيوس فات، هايبوكايك نوت هايبر، هايبوكايك
البري فيمورال او السوبرا باتيلر فات وهايبوكايك انفرا باتيلر فات. لو لقيت دي حاجه بره المحاضره عيان عنده انتيرور ني بين ولقيت الحته دي ايكوجينيك ساعات بيسموها انفرا باتيلر فات بات امبنجمنت او هوف فات امبنجمنت، لكن دي مش موضوعنا. انا موضوعنا لو لقيت فيه فلويد تمام كوادريسبس تندون باتيلا باتيلر تندون تيبيا او تيبيال تيبروستي. عايز تشوف الفلويد حلو اضغط في ناحيه وهات الناحيه الثانيه. في الاطفال الصغيرين طبعا الباتيلا بتبدا الاوسيفيكيشن من بعد الثلاث سنين، فطبيعي لو انت شفتها عند سنتين سنتين ونص ثلاثه هتلاقيها كومبليتلي كارتلاجينس. ايه ده في افيوجن؟ لا ده المينيمال فلويد اللي اكسبتد. طب هنا ايه الحاجه دي؟ ده يا جماعه الاوسيفيكيشن سنتر الابيفيسيزم. اوكي تحت ده الانفراباتيلر عفوا ده الانفراباتيلر وهوف فات باد مينيمال فلويد، لا ندور لها على سبب قدر المستطاع تمام. وده طبعا ايه الباتيلر تندون، دي الحته بتاعت التيبيال فيبروستي ما فيهاش مالتيبل اوسيفيكيشنز ما فيهاش وجع والا هشك فيه. انا الحته دي انا مش فاكر اسمها ايه يا جماعه. لو لقينا واحد ادوليسنت وعنده انتيريور ني بين والمنطقه بتاعه التيبيال تيبروستي فيها شويه سكاتر ديكالسيفيكيشن على ثيكنينج هنا كان اسمها ايه؟ كونديشن فيري كومن تيبيال تيبروستي اوسيفيكيشن ايريجولاريتي. ممتاز اوزجود شلاتر ديزيز. طب لو الكالسيفيكيشن موجوده فوق والايريجولاريتي فوق والثيكنينج فوق عند البروكسيمال بارت بتاع الباتيلر تندون كان ليها اسم؟ تحت اوزجود شلاتر فوق؟ لا اسلن دي بتاع الفيفز ميتاتارزل ده اسمه جامبر ني ماشي. ها ايه تاني؟ سيندنج لارسن ماشي. دي بره المحاضره دي بره المحاضره، لكن الحاجات دي بتشخص بالالترا ساوند عادي خالص. هيجي لك واحد ادوليسنت او ادلت بانتيريور ني بين هتبص من فوق لتحت، لكن لو كان إلدرلي غالبا اوستيو ارترايتس تمام. اوكي المينسكاي انت بتحط ميديال ولاترال، ادي العظمايه وادي العظمايه وادي مثلث هايبر ايكويك تمام. مثلث هايبر ايكويك ميديال منسكس ممكن يكون طالع سنه صغيره اقل من 3 مللي يعني مينيمال اكستروجن مينيمال اوت وورد بروجكشن. برضه نفس الفكره هنلاقيها هنا بقى طالع بره خالص والجوينت سبيس نارود خالص وفي اوستيوبايتس هنتكلم عليها بعد كده. نفس الكلام هيبقى اللي عند اللاترال منسكس، لكن اللاترال منسكس هو الاشهر انه بيحصل له قطع، هو الاشهر انه بيحصل له سيست فورميشن. خلصنا كده الني ودي الاناتومي الاساسي اللي انا عايزه. تعالى نرجع بقى للمحاضره بتاعتنا اللي هي ايه؟ الكومن تايبس اوف ارثرايتس. اوستيو ارثرايتس دي علاماتها في الاكس راي، لا انا عايز السونار. انا قلت لكم واحده هتيجي بلور ليم ايديما او بين او ني سويلنج تدور على ايه؟ ادي الباتيلا وادي الفيمر يبقى السوبرا باتيلر افيوجن. لقيت ده مينيمال؟ لا ده مش مينيمال ده كونسيدرابل. وعايز تشوف الكميه كويس كمان اضغط ميديالي واستقبل لاترالي او اضغط لاترالي وبص بالبروب ميديالي وده الكوادريسبس بتاعنا تمام. طيب جيت على الميديال اسبكت لقيت ده ما فيش جوينت سبيس اللي هو ايه جوينت سبيس؟ ناروينج. حلو جدا. ايه ده في عظم طالع لبره برودكتيف ارثرايتس اسمها اوستيوفايتس. حلو جدا. ده المينيسكس طلع في الشارع اكتر من 3 مللي مينيسكال اكستروجن وكمان في شويه ديجنريشن ولا حاجه على سينوفيال سيكنينج هو هايبر ايكويك هايبوكويك حواليه او هايبوكويك جوه البرسه جوه السوبرا باتيلر افيوجن هيبقى سينوفيال تكنيك. يبقى دي العلامات بتاع السونار هنقولها تاني ده اسمه بانوراميك فيو مش محتاجه قوي ده زياده. ادي الباتيلا ادي الفيمر ادي التيبيا كوادريسبس تندون باتيلر تندون مفيش هنا افيوجن لكن في هنا افيوجن. السيمبل افيوجن يشخص لي ارثرايتس؟ لا اكتب ان هو افيوجن وبس تمام، لكن دور على حاجات ثانيه علشان تشخص الارثرايتس ان جنرال. زي ايه؟ اذا ده انا حاسس ان في الجدار بتاع السوبرا باتيلر بيرسا، ما هو الافيوجن ده بيحصل في السوبرا باتيلر بيرسا تمام، الجدار بتاعه تخن وبدا يحصل فيه سينوفيال ثيكنينج تمام، مع وجود البين مع وجود مثلا الاوستيوفايت يبقى سينوفيال ثيكنينج. تاني مينيمال اوستيوفايت
ناروينج للجوينت سبيس مينيسكال اكسترويجن تمام، وما فيهاش يعني ابنورمال ثيكنينج، وحواليها شويه ساينوفيال ثيكنينج. تاني ارجع للنورمال، انا نايب صغير ما فيش اي مشكله، قبل ما تتعرض للحالات دي حط البروب على ركبتك شوف ادي الفيمر ادي التيبيا سموث سيرفيس ادي الميديال منيسكس، الميديال منيسكس افضل بقى امشي معاه قدام لورا لان الانتيرو هورن والبوستيرو هورن اند سو اون تمام. اللي عليه اسمه ميديال كولاترال مش هحتاجه دلوقتي كنايب. الحاله الابنورمال عظمه طالعه لبره اوستيوفايتس، المنيسكس المثلث طالع لبره خالص منيسكال اكستروجن تمام. طيب نفس الحاله دي كان معاها وجع والكلينيشن بيقول لي انا شاكك ان دي جوتي ارثرايتس مش سيبتك ارثرايتس، يبقى لازم اتني الركبه وابص من فوق الباتيلا على التروكليار هايلاين كارتليج. التروكليا هي دي اللي بتقع فيها الباتيلا، الكارتليج نون يونيفورم ثينينج اوت رفع بالاضافه لشويه اندرلاين كورتيكال بوني ايريجولاريتي، طالما رفع في حته اكتر من الثانيه يبقى دي كده علامه الاوستيو ارثرايتس. الاوستيو ارثرايتس بتعمل نون يونيفورم كارتلاجينس دي جينيريشن تمام. دي برضو تروكليا في عيانين تانيين في ريدكشن للثيكنس وبوني ايريجولاريتي، ريدكشن جامد للثيكنس وبوني ايريجولاريتي، ليتر اون الكارتليج ده كله هيختفي طبعا قارنه بالنورمال. يبقى انا لازم اشوف عيان نورمال علشان اعود عيني انا بجيبها ازاي. انا بحط البروب بتاعي تي اس فوق الباتيلا وببص ورا الباتيلا تمام. طيب هو الاوستيو ارثرايتس بتيجي في النيه بس؟ لا يا جماعه، يعني هو الكومن سايت النيه بالذات الميديال اسبيكت لان ده الويت بيرنج، لكن ممكن تيجي في الرجلين، ممكن تيجي في الايدين. يا نهار ابيض تيجي في الايدين، ايوه تيجي وهوريها لك. تيجي برضو في الرجلين، وخلي بالك خلي بالك من ايه، ده ممكن تيجي الحته دي اللي هي الميتاتارزو فالنجيال الفيرست، مش ده بتاع الجوت؟ اذا ده برضو بتاع الروماتويد، ده برضو بتاع الاوستيو ارثرايتس. يا نهار ابيض، يعني الثلاثه المشهورين بيجوا في الحته دي، وهيجي العيان او العيانه في صوره وجع وسويلنج، طب افرقهم من بعض ازاي؟ شايفين ده اوستيوفايت بون برودكشن. احنا عندنا في نوعين كبار من الافكت بتاع الارثرايتس، الاوستيو ارثرايتس اسمها برودكتيف ارثرايتس يعني بتكون نيو بون فورميشن، الروماتويد ارثرايتس اسمها ايروزيف ارثرايتس يعني بتعمل بون ايروجن او ريزوربشن. فلو ده كان روماتويد كنت هتلاقي الحته دي متاكله لجوه، ده لو اوستيو ارثرايتس هتلاقيها طالعه لبره. لكن الاثنين معاهم هايبو اوكويك ساينوفيال ثيكنينج، اللي اكتر معاه هايبرينيا هو الروماتويد، يبقى العظم هو اللي ساعدني وفرق الاثنين من بعض. نيو بون برودكشن اوستيوفايت يبقى برودكتيف ارثرايتس اللي هي اوستيو ارثرايتس. لكن لو هنا بون ايروجنز نير الارتيكولار سيرفيس بنسميها جاكستا ارتيكولار او بيري ارتيكولار، ساعتها نفكر في الروماتويد. طب نفرق بقى ازاي الروماتويد من الجوت؟ بحجم الايروجن. في الروماتويد هتلاقي ايروجن صغيره هنشوفها، لكن في الجوت الايروجن كبيره. في الروماتويد الهايبوكويك ثيكنينج ده بانس انفلاماتوري تيشو بيبقى هايبوكويك، لكن في الجوت بيبقى توفاي وبالتالي بيبقى هايبر ايكويك. فالفروقات واضحه وسهله ان شاء الله. عيان تاني برضو ايه اللي انا شايفه؟ عنده فوت بين في السكند ميتاتارزل في الثيرد ميتاتارزل وات ايفر، ابص الاقي ناروينج للجوينت سبيس بون برودكشن اوستيوفايتس تمام. كده الاثنين دول زي الفل على شويه ساينوفيال تكنينج ولا حاجه اوكي. طيب في الهاند اشهر مكان بيحصل له اوستيو ارثرايتس هو ايه؟ واي اوستيوفايت واي نوت توشيبا؟ لا توشيبا الجهاز اوكي. اشهر مكان هو الحته دي، الحته دي يا جماعه انا عن نفسي موجوده في ايدي، يعني في شويه اوستيو ارثرايتس بسبب استخدام الماوث فترات طويله جدا، المذاكره والتحضير وكلام من ده. طيب يعني ممكن تلاقيها برضو في دكتور، ممكن تلاقيها في مهندس، ممكن تلاقيها في اي واحد مانيوال وركر بايده كتير. اشهر جوينت في الايد هي الكاربو تمام، ميتاكارب الفيرست كاربو ميتاكارب تمام. هتلاقوا الحته دي بتاعت الديسكافويد ودي كده ترابيزيوم، بعد كده الفيرست ميتاكاربال ناروينج
الاكس راي على شويه سبكوندر سكلوز بالظبط كده، الاسكافويد ترابيزيوم، بعد كده الفيرست ميتاكاربال، اوستيوفايتس ونارون. قارن الاثنين ببعض. طب فرضا عنده او عندها اوستيو ارثرايتس على الناحيتين، حط البروب على ايدك وقارن. تمام؟ ايوه تو فايل نوت تو شيبا. اوكي. الاوستيوفايت ماشي. سؤال هنا، لو دي مثلا انا عايز افرق، هي دي اوستيوفايت ولا كالسيفيك توفاي بتاعت الجوت؟ نقطه كويسه. تمام. الاوستيوفايت غالبا كونتينيوس مع البون، الكالسيفايت توفاي هتلاقيها سيبرابل. الاوستيوفايت هتلاقي في التو اوبوزنج سيرفيسز ان يونيفورم باتن غالبا، وبيري ارتيكولر. التوفاي هتلاقيها مكمله بارا ارتيكولر وبيري تندينس. الاوستيوفايت كلها كالسيفايت، التوفاي بعضها كالسيفايد بعضها هايبر ايكويت من غير شادو، يعني نام كالسيفايد. تمام. السينوفيال ثيكنينج اللي هنا مع الاوستيوفايد ده هايبر ايكويك، اللي مع التوفاي لان في كريستال ديبوزيشن هايبر ايكويك، بالاضافه ان ده معهوش ايروجنز، التوفاي معاها ايروجنز. اوكي. انذر كيس ده يا جماعه، ادي الميتاكاربال مثلا والترابيزيوم، ايه اللي حصل هنا؟ اوستيوفايتس. تمام. الاوستيوفايت مش لازم يعني تلاقيها طالعه بره خالص، لا، بوني irregularity لكن من غير بقى ايروشنز. تمام. موجوده على الاوبوزنج سيرفيسز بتاعه الفيرست ميتاكارب اللي هو مكان الشكوى. طيب اكروميو كلافيكولار جوينت، لا يا دكتوره، هو ده كده هو اللي شخصها جاوت المره اللي فاتت، غالبا شخصها مثلا بالشهره، يعني الجاوت اشهر مثلا في الحته دي، لكن ده كلاسيك اوستيو ارثرايتس. طيب اكروميو كلافيكولار جوينت، انا هخرج من الحته دي واروح كده سنه اناتومي صغير على الشولدر، بعد كده هنرجع تاني. الشولدر عندنا اربعه كومبارتمنت، انتيريور وبوستيريور وسوبيريور ولاترال. انا اللي يهمني السوبيريور كومبارتمنت. السوبيريور كومبارتمنت ده كمستوى النواب اعمل ايه؟ اكروميو كلافيكولار جوينت او ستيرنو كلافيكولار جوينت، الاثنين دول عرضه ان يحصل فيهم ارثرايتس. الاشهر اكروميو كلافيكولار، حط ايدك كده على الكلافيكل، حط ايدك دلوقتي على الكلافيكل بتاعتك واطلع اطلع 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 اطلع، لقيت الجوينت دي اكروميو كلافيكولار جوينت. قارن يمين من شمال، اعمل استاتيك وديناميك. الاسترنو كلافيكولار مش هنحتاجها كتير لان دي بتحصل في عيانين معينين، الديابيتس، الادكت، ساعتها هيبقى السيبتيك ارثرايتس. لكن الاكروميو كلافيكولار دي مشهوره بيحصل فيها اوستيو ارثرايتس. ادي كده الايدج بتاع الكلافيكل، الايدج بتاع الاكروميوم، طبيعي ان بيحصل فيه كابسولار اكسبانشن حوالي برضو 3 مللي، 3 مللي هتلاقيها موجوده كتيره. تمام. لكن لو بقى اعرض ده اللي هو الكابسول اكسبانشن اللي بره، الديستنس معانا لغايه 5 مللي. طيب عيان بيشتكي بوجع في كتفه، بصيت عليه ستاتيك نورمال، عملت له الاكس راي نورمال، عملت له السي تي سكان نورمال، ده ميزه الالترا ساوند. الالترا ساوند از دايناميك ستادي. يعني ايه؟ يعني وانت بتعمل الاكزامينيشن بتاعك، خلي العيان كروس اوفر او كروس ارم، ايده تروح لغايه الشولدر الثاني وينزلها، ايده تروح لغايه الشولدر الثاني وينزلها، وانت حاطط على الجوينت، ايه اللي بيحصل؟ نو سيجنيفيكانت ديسبليسمنت، نو سيجنيفيكانت سب لاكسيشن. طب العيان مثلا ده برضه عملت له الدايناميك على الناحيه الاسيمتوماتيك، ادي مثلا 4 مللي، طبعا الناحيه السيمتوماتيك شكرا ده بقت 7 8 مللي مع الدايناميك. انا مش هشرح ديتيل دي شولدر، لكن الاكروميو كلافيكولار تبعنا اللي بيشتغل في مستشفى فيها عظام هتجيله. الفحص ده هيطلع نورمال اكس راي ونورمال سي تي. الاكس راي بتاعه لازم عشان نبين الوايدنج ده، عشان نبين السبلكسيشن، لازم يتعمل ستريس، يعني العيان شايل تقل بايديه الاثنين عشان الجوينت تفتح. انت بمنتهى البساطه في السونار بتفتح معاك بسهوله. زي العيان ده اعمل يا سيدي ستريس تيست، ايدك على كتفك الناحيه الثانيه ورجعها، زي ما انتم شايفين سيجنيفيكانت سبلكسيشن وافيوجن، وعنده شولدر بين، الاكس راي ممكن يطلع نورمال والسي تي برضه ممكن يطلع نورمال، يبقى الدايناميك الترا ساوند.
نرجع بقى للقصه بتاعتنا الاولانيه اللي هي الاوستيو ارثرايتس في الاكروميو كلافيكولار جوينت ناروينج للجوينت سبيس. ممكن تلاقي ساينوفيال تيكنينج كابسولار اكسبانشن، ممكن تلاقي شويه انا حاسس يعني هايبوكويك ساينوفيال تيكنينج، حط الكالر دوبلر. لو حطيت ولقيت المنظر ده شكرا، ده انت اكتيف انفلاميشن، اكتيف انفلاميشن بصراحه واكتيف ساينوفايتس، انا ممكن افكر في الروماتويد عن الاوستيو ارثرايتس. انا ممكن وخصوصا لو ما لقيتش اوستيوفايتس، الساينوفايتس اكتر مع الروماتويد الاكتيف ساينوفايتس. طبعا لازم تكون مقارن، لازم تظبط السيتنج بتاع الدوبلر. احد الزملاء سالني نظبط السيتنج ازاي يا دكتور؟ الموضوع بسيط خالص، انت ممكن تستخدم الباور وخلاص على كده، او فلو سنسيتيف ميجرز، قلل البيك سيستوليك فيلوسيتي، قلل البي ار اف، زود وقلل الول فلتر، وزود الكالر جين، وطبعا ما تنساش الدايناميك. تمام، ده هنا شويه سينوفيال ثيكنينج وفي اوستيو فايتس برضه نفس الفكره، اكروميو كلافيكولار اوستيو ارثرايتس مع السيجنيفيكانت اوستيو ارثرايتس. انت ممكن تلاقي بقى غير السينوفيال ثيكنينج، تلاقي بقى في سيست فورميشن، مالناش دعوه بقى باسمها هنا، جايزه سيست وكده، دي واحده من علامات الادفانسد اوستيو ارثرايتس. اوكي طيب، من ضمن علامات الاوستيو ارثرايتس ان انا الاقي غير الافيوجن الكارتليج بي سيبريت ونتيجه ديجنريشن وكده، وبيحصل له كالسيفيكيشن مع الوقت، كالسيفيك لوز بيرز مشهورين في الني. لكن لو لقيت الكالسيفيك بوديز في اي جوينت تاني راجع نفسك شويه. تمام، فالانترا ارتيكولار راديو بيك او انتر ارتيكولار كالسيفيك لوز بوديز مشهوره مع الني اوستيو ارثرايتس. طيب ده شولدر وشولدر بين وجايه ابص عليه شويه فيوجن وكمان فيها مثلا كالسيفيك بودي، لا دور لاحسن يكون اذر تايبس اوف ارثرايتس، او لو لقيتهم مالتيبل حاجه اسمها سينوفيال اوستيو كوندرو ماتوز. خلاصه الاوستيو ارثرايتس كومن لوكيشن، اشهر مكان هو الني. طيب ممكن تحصل في الفوت، تحصل بالذات الفيرست ميتاتارسو فالنجيه، تحصل في الهاند، ايوه تحصل بالذات الفيرست كاربو ميتاكاربال. طيب في حاجات بتزيد وفي حاجات بتقل، حاجات بتزيد هتلاقي اوستيو فايتس، هتلاقي سينوفيال ثيكنينج، الحاجات اللي بتقل هتلاقي كارتلاجينس ثيننج اوت ريدكشن للجوينت سبيس، ميه وحاجات جواها ديفيوجن، ده الموست كومن. لكن مش هيشخص اوستيو ارثرايتس وبس، ما ممكن العيان عنده انفلاماتوري ارثرايتس، ممكن العيان عنده تروما، ممكن مينيمال نورمال. تمام، وهنا اللوز بوديز، وفي الني المينيسكال اكسكلوجن اند ديجنريشن. ده كده اوستيو ارثرايتس اللي غالبا ماشي. سؤال كويس، بوستيرير ني افيوجن، معظم الافيوجن هيحصل على الانتيرير نين اللي هي فين؟ سوبرا باتيلر افيوجن، انفرا باتيلر افيوجن، في السوبرا باتيلر بيرسا والانفرا باتيلر بيرسا. طب ممكن يحصل ورا، ممكن يكونتينيو ورا لو موجود قدام، لو موجود قدام. طب لو موجود ورا وبس، يبقى دي الاحتماليه اللي كاتبها الدكتور حسن، كومبليكيتد بيكر سيست فيك وول سينوفيال ثيكنينج وفيها كالسيفيك بوديز جواها، بس غالبا مفيش باقي ساينز اوف اورثو ارثرايتس اللي قلناها قبل كده. تمام، العيان الاولاني قلنا الاورثو ارثرايتس هتيجي يا اما ست كبيره بين بلور ليم بين بلور ليم سويلنج، يا اما حد ايا كان بقى العمر بتاعه جاي بهاند بين قريب من الاناتوميكال سناف بوكس. شباب لو واحد جاي باناتوميكال سناف بوكس بين، تفكر في ايه ثم ايه ثم ايه؟ اناتوميكال سناف بوكس بين، ديفرنشال اناتوميكال سناف بوكس بين، كلينيكال ديفرنشال. هتقول لي اصلا هو ايه الاناتوميكال سناف بوكس؟ يبقى احنا نرجع للاناتومي تاني. عنده ها سكافويد فراكشر، اكسلنت صح. ديستال راديال فراكشر صح، راديال ستايلويد فراكشر صح، سكافويد الفاسكولار نيكروزس صح، وان كان بقى معظم الحاجات دي تروما. لو نان تروما ادي كيرفان، ادي كيرفان صح كده، تينو ساينوفايتس. الروماتويد
والاوستيوارثرايتس. يبقى الاوستيوارثرايتس داخله من ضمن الديفرنشال دايجنوزيس بتاعه الانتوماتيك سنابس. الارثرايتس الثانيه عندنا هنا هي الروماتويد ارثرايتس، يا اما يجي بين في الهاندز، ده اشهر حاجه على الاطلاق، بين مع سويلنج مع ريدنس وهوتنس اكتر على الدورسم، اكتر على الدورسم، لكن طبعا ممكن يكون على البولر اسبيكت، بس اشهر بكتير على الدورسال اسبيكت. تمام، غالبا بيبقى بايلاترال. طبعا انا مش مستني لغايه الصوره دي، الصوره دي ادفانسد، ده اكس راي، ده مش هيبعته سونار. النورمال هيلثي جوينت بيبقى فيها هايلاين كارتليج. الاوستيو ارثرايتس بيحصل ديجينيريشن للهايلاين كارتليج ان نون يونيفورم واي، نون يونيفورم نارويك. في الروماتويد يونيفورم نارويك. في الاوستيو ارثرايتس بيحصل بون برودكشن اوستيوفايت. في الروماتويد بون ايروجنز بالذات اللي جنب الجوينت جاكستا ارتيكولار ايروجنز. هنا ما بيحصلش سيجنيفيكانت سينوفيال ثيكنينج، لكن بيحصل افيوجن مع الاوستيو ارثرايتس. هنا بيحصل انفلاماتوري تيشو بانس فورميشن، وبالتالي بيحصل بارا ارتيكولار او بيري ارتيكولار سينوفايتس اند تينو سينوفايتس. فدول العلامتين الكبار بتوعنا، سينوفايتس اند تينو سينوفايتس. هتشك، لكن لو لقيت معاها ايروجنز هتشخص على طول. دي طبعا ادفانسد كيس. ادفانسد يعني ايه؟ من كتر الايروجنز اللي بتحصل بروكسيمالي، يعني في الكاربال، في الميتاكاربوفالنجيال، في البروكسيمال انترفالنجيال، ده الديستريبيوشن. بيبدا يحصل بقى كاربال فيوجن، بيبدا يحصل سبلكسيشن اند ديفورميتيز اند، ده اكس راي فايندينجز. انا بتكلم على السونار اللي هو بيظهر 6 شهور او سنه قبل الاكس راي. يعني ممكن عيان عنده روماتويد في الالترا ساوند والاكس راي نورمال. هو ده العيان اللي احنا هنتكلم عليه. طبعا احنا قلنا الروماتويد اكتر توورد البروكسيمال، بيعمل بروكسيمال ايروزيف ارتروباسي، انلايك بقى الاذر انفلاماتوري ارثرايتس تعمل ديستال زي السورايسيس، ديستال ايروزيف ارتروباسي. فعندنا مثلا هنا ايه الاخبار؟ واحد عنده وجع في ايديه جاي يبص، بصراحه شكل الدنيا نورمال. الطبيعي الحته دي بيبقى فيها الكبسول والهالان كارتليج ما بين الجوين، طبيعي ان ما فيهاش اي كلر سيجنال، طبيعي. طب ما تخف ايدك شويه، خفيت ايدي، لا ده كده العيان بيتوجع وعنده بيري ارتيكولار هايبرينيا، دي كده علامه ساينوفايتس. يبقى نخلي بالنا، شايفين يا جماعه انا حاطط جل قد ايه؟ دي كده ارتيفاكت احنا اللي بنعملها، او بيتفول احنا اللي بنعملها. ايد الولد او البنت دي وجعاها، وقمت حاطط البروب وضاغط وبصيت ما فيش يعني سيجنيفيكانت ثيكنينج على الناحيتين قد بعضيهم والدنيا كويسه وما فيش ايروجنز، لا انا بتكلم على ايرلي ساينز. فانت لازم في منطقه الايد بالذات حط جل كتير، خليك فيري لايت بريشر، واستخدم الباور دوبلر او الفلو سنسيتيف مع الكلر. لقيت كلر سيجنال ابنورمال. ابنورمال يعني ايه؟ يعني ساينوفايتس. اشهر ساينوفايتس في الحته دي روماتويد. تمام؟ يعني انت ممكن تقول للكلينيشن دي شكلها ايرلي روماتويد، وانت اللي تبدا تدلهم على الطريق السليم. طيب ايه الاخبار؟ ادي كده الميتاكاربوفالنجيال، احنا قلنا الميتاكاربوفالنجيال بتاعنا شويه ساينوفيال ثيكنينج، وهنا ماشي مع الريسس، ممكن ساينوفيال ثيكنينج بس او ساينوفيال ثيكنينج ومعاه افيوجن. طيب دي من ضمن العلامات، حط الكلر. ده هايبرينيا محترمه. هايبرينيا ليها جريدنج هقول عليه في الاخر. فاول ما تلاقي ساينوفيال ثيكنينج اند هايبرينيا، ده ان اكتيف بروسيس. تمام؟ اوكي، ايه الاخبار؟ المره دي في الرجلين. ايه ده، هو الروماتويد يجي في الرجلين؟ ايوه يجي. طب العلامات، دور على الايروجنز، ده ليتر اون. لكن ساينوفايتس اشهر حاجه تعمل ساينوفايتس، اشهر حاجه تعمل ان اكسبليند تينو ساينوفايتس، برضه هيظل الروماتويد. ده مثلا الانكل جوينت. طيب انا هقول معلومه اناتومي كده على الانكل جوينت، بعد كده نرجع تاني للروماتويد. الانكل جوينت يا دكتور، الانكل انا حاسس انها صعبه وفيها تندونز وفيها ليجامنتس وفيها يعني ليله كبيره. ده بالنسبه ل
الاخصائي. لكن بالنسبه للنايب كلام بتاع دكتور ممدوح محفوظ جزاه الله خيرا اللي هي ايه انتيرو كومبارتمنت بوستيرو كومبارتمنت ميديال لاترال، انا مش عايزه في السونار ده، انا اصلا في السونار مزود عليها اتنين كومبارتمنت سوبير وانفيرو. لا 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 انا هسهلها عليك خالص، انا عايز انتيرير جوينت وبوستيرير جوينت بس على كده. البوستيرير جوينت اللي هي ايه؟ تندو اكيلس، كلنا شفنا التندو اكيلس. طيب انا لسه ما شفتوش وانا نايب بقالي 6 شهور، لازم تشوفه لان ده حاجه فيري كومن. حط على رجليك واعمل اكزامينيشن، عود عينك على الحاجات المشهوره. ما يهمش يا دكتوره لو انا مش عارف دي انهي بون، ما يهمش. انا دلوقتي في مرحله هي دي سيست يعني جانجليون سيست، هو ده حاجه خارجه ميه او فلويد خارج من ما بين الاثنين بونز يعني افيوجن، هو ده تيشو وهايبرينيا ما بين الاثنين بونز يعني ساينوفايتس، هو ده تيشو وفلويد وهايبرينيا حوالين تندون اللي انا مش عارف اسمه بقت تينو ساينوفايتس اوف وان اوف الانكل تندونز. بنتصرف بنتصرف. الفكره ان انت وصلتي تشخيص بس ما عملتيش اناتوميكال لوكاليزيشن. الكلينيشن مش هيسيبه، ممكن يعمل له بقى ام ار اند اند اند، بس الفكره انت حطيتيه على المسار السليم، فلا حرج ان احنا ما عرفناش اسم التندون او اسم العضله. طيب التندو اكيليس العيان بينام رجليه بره السرير وبيعمل سن الدورز ديتكشن علشان نبتدي. انت عايز ايه من التندو اكيليس؟ ان ممكن يحصل فيه انفلاميشن. طب ايه علاقته بالجوينت؟ لو الانفلاميشن ده بعيد عن اخر 2 سم ده كده تندينايتس المشكله فيه، امال لو في اخر 2 سم دي كده اسمها عند الانسيرشنال سايت اسمها ان سي سايتس. الانسيسز اللي هي الانسيرشنال سايت بتاع التندون جوه العظمه. لما بيحصل انفلاميشن هنا وهايبرينيا هنا انسيزايتس ببدا افكر في سيرو نيجاتيف ارترايتس. ايه ده؟ ده ممكن يكون انكيلوزنج، ده ممكن يكون سورايسيس، ده ممكن يكون رياكتيف اللي هي زمان قلنا عليها رايترز اند سو اون. قدامه فات بات اللي هي هايبوكايك اسمها كيجر فات بات. قدام الكيجر فات بات هتلاقي ماسل فليكسور هاليشز انا مش عارف اسمها، ما يهمش ما يهمش. ده كده الاكيلس، وادي ماسل انا مش عارف اسمها، وادي كده فات بات اسمها كيجر، وادي كده التيبيا، وادي الكالكينيوس. في المنطقه دي ادي الكالكينيوس، وادي الكيجر فات بات، وادي نهايه التيبيا. يعني ده المنطقه بتاعت مين؟ تيبيا وتحتها تيلس، يعني ده البوستيريور جوينت ريسس. يبقى عيان عنده وجع في رجليه، انا بدور على جوينت ديزيز ولا لا؟ في هنا فلويد، في هنا ايكوجينيك فات ولا لا؟ لان لو لقيت فلويد ده خلاص ده افيوجن يعني نوع من انواع الارثرايتس. طب لو لقيت ايكوجينيك فات ده ممكن يكون حاجه اسمها بوستيرور انكل امبنجمنت، ان ممكن يكون اوسترايجونم سيندروم او مش مشكله. المهم انك تلقط ان في هنا يا فلويد يا ايكوجينيك فات في البوستيرور انكل ريسس. طيب قدام بقى دي زي ما انتم شايفين هايبريميا بعيد عن اخر 2 سم، يبقى دي مشكله في التندون تمام. لكن لو كانت في اخر 2 سم مشكله في الانسيسز، يعني ممكن تطلع طيب من الارثرايتس. الانتيرو ريسس انا كده حاطط البروب ال اس قدام ومن يمين لشمال، التيبيا فوق، طب اللي تحتيها التيلس، الشكل بتاعها بقى الدوم شيب ومش عارف ايه. ايه الحاجه الهايبوكايك اللي ماشيه على الكورتكس؟ هايلاين كارتليج. ده كده شويه فايبرو فاتي تيشو. هل في فلويد؟ لا، مينيمال فلويد. الواحد رفيع قوي ممكن نشوفها عادي تمام، لكن لو لقيت كميه فلويد هنا محترمه ده فيوجن، هايبرينيا بقت ساينوفايتس اند سو اون. فالانكل له انتيريور ريسس ما بين التيبيا والتيلس. اوكي هنا مثلا كان فيها ايه شويه فلويد. الهايلاين كارتليج المفروض ما عليهوش خط ابيض، ما فيش كالسيفيكيشن فيه، ده يا جماعه بسبب البوستيرو انهانسمنت وبس. طيب نرجع بقى تاني للعيان بتاع الروماتويد، وقلنا ان الروماتويد ممكن يتشاف فوق ممكن يتشاف تحت. تحت ادي التيبيا وادي التيلس، ادي التيبيا وادي التيلس، وده الهايلاين كارتليج. مفيش ان ايكويك فلويد، مفيش هايبوكويك تيشو، مفيش اي هايبريميوم. يبقى ده كده ايه؟ ثيكنينج للساينوفيوم اوف الانتيريور ريسيس بتاع الانكل ومعاه هايبرينيا، يعني ساينوفايتس، يعني اكسكلود لو سمحت انها تكون روماتويد ارثرايتس. يبقى ساينوفايتس لازم تستبعد روماتويد ارثرايتس. انا هنا عند منطقه الريست ما بين الالنا والريديس،
والعيان مثلا الدورزم بتاع الريست واجعني يا دكتور وكده، وجاي ابص تندون الثاني الثالث وحواليهم تيشو هايبوكايك. حط البروب على ايدك عشان تعرف المنظر النورمال، مش المفروض اشوف التندون شيث بهذه التخانه. لو شفته بهذا الشكل اذا ده عباره عن ثيكنينج للتندون شيث مع شويه هايبرينيا تينوساينوفايتس. اتخبطت فيها؟ اه اتخبطت، يبقى بقت تروماتيك. آه لا، ده كان في ابره في الحته دي، ايه ده ممكن يكون انفكشوس تينوساينوفايتس. لا ده لوحدها يا دكتور يبقى تينوساينوفايتس نون ايتيولوجي، لازم استبعد الروماتويد. طيب ايه الاخبار سواء بقى الدورزم او الدورزال اسبكت او البولر اسبكت؟ تندونز وحواليها كميه فلويد فظيعه تينوساينوفايتس. ده هنا يا دكتور دخلت حته خشبه في ايدي من كام يوم، سيبتك تينوساينوفايتس. لا يا دكتور دي ان اكسبليند، يبقى لازم تستبعد الروماتويد تينو ساينوفايتس. هنا بيقول لك خلي بالك لو هي عند البولر اسبكت ممكن تكمبرس الميديان نير في الكاربال تانيل فيتشخص انه كاربال تانيل سيندروم. يعني ايه؟ يعني اشخصها كاربال تانيل ولا روماتويد؟ انت عايز مني ايه؟ العيان ممكن يبريزنت كلينيكالي بكاربال تانيل، وجع في الثلاث صوابع دول ونص ومش عارف ايه، ويطلب منك تبص لي على الميديان نير، تيجي تبص تلاقي المنظر ده، هو ده السبب بتاع الكاربال تانيل. تمام؟ لو عالجت السبب العيان هيتحسن. يبقى شخص ده السبب ايه اللي عمل سبونتينيوس او ايديوباتيك تينوساينوفايتس؟ لازم تستبعد الروماتويد، يبقى الروماتويد ممكن تؤدي الى تينوساينوفايتس يعمل لي كاربال تانيل سندروم. نفس الفكره في الرجلين، تيبيا وتيلس وفي شويه افيوجن، جاي ابص على جنب ايه ده؟ ده في تندون وحواليه فلويد وهايبرينيوم، يعني تينوساينوفايتس على شويه بقى اديما وبطنس وكلام من ده. طب ده انهي تندون؟ مش عارف، انا على مستوى النواب مش عارف، لكن انا عارف ان في افيوجن في الانتيروليسيس وفي تينوساينوفايتس في واحد من التندونز، يبقى لازم نستبعد الروماتويد ارثرايتس. عيان تاني برضو تندون ولا اثنين سواء الانتيريور او الميديال او اللاترال وفي هايبرينيا اند تينوساينوفايتس. تينوساينوفايتس دي تاني علامه، يبقى خدنا الساينوفايتس خدنا التينوساينوفايتس. التينوساينوفايتس ثيكنينج للشيت في لود حوالين الشيت وحوالين التندون وهايبرينيا، هنا المره دي ورا الميديال مالوس. عائله بقى البوستيرور تيبيال بقى وكده. طب لو ورا اللاترال مالوس عائله البيرونيال، يعني لو انت مش عارف يعني لايك للتندون الفلاني مش عايز تكتبها، خلاص اكتب ان في تندون في كذا كذا وماشي في الحته الفلانيه وخلاص على كده. تمام؟ ثيكنينج هايبرينيا اند ان، لو خدت بالكم اشهر حاجه تقريبا الساينوفايتس والتينوساينوفايتس. ايه تاني؟ ده مثلا جوينت ميتاكاربوفالنجيال جوينت وفيها ساينوفيال ثيكنينج وفيها ساينوفيال هايبرينيا، لكن جنب الجوينت ده مثلا الهيد بتاع الميتاكارزر في حفره صغننه، دي اللي اسمها جاكستا ارتيكولار بيري ارتيكولار فاين ايروجنز، مش ايروجن ضخمه كبيره زي الجوت، لا دي فاين ايروجنز وفيها شويه هايبرينيا، يبقى بيري ارتيكولار او جاكس ارتيكولار ايروجن ساينوفايتس. كده انا بشخص مستريح الروماتويد. ده هنا بقى مالتيبل ايروجنز، اشهر ايروزيف ارثرايتس هي الروماتويد. طيب العيان انت قلت ان هو روماتويد او معروف ان هو روماتويد وجنبه سوفت تيش وجنبه سوفت تيشو نوديول، دي اسمها روماتويد نوديول. تمام؟ غالبا هايبوكايك، لكن الجوتي نوديول هتيجي هايبر ايكايك. تمام؟ بس يعني دي مش مشهوره قوي. الساينوفيال هايبرينيا ليها درجات 1 2 3. نورمالي ما الاقيش في الاول، لقيت ما الاقيش في سيجنال، لقيت مينيمال سيجنال ده جريد 1، لقيت سيجنال اقل من نص الساينوفيال تيكنينج ده جريد 2، اكتر من نص الساينوفيال تيكنينج يبقى ده جريد 3. الايروجنز برضه ليها 3 جريد. ادي كده ايروجن جنب الجوينت اللي فيها ساينوفيال تيكنينج، حلو. الايروجن ده اقل من 2 مللي ديبث ده سمول، اكتر من 2 مللي مودريت، اكتر من 4 مللي بقت لارج، واللارج بالذات في الفوت لازم نفكر في الجوت. الترا ساوند از مور سنسيتيف زان البلين اكس راي في الايرلي دايجنوزيس اوف روماتويد ارثرايتس. يبقى الروماتويد كومن لوكيشن بالذات الهاند والفيت البروكسيمال، افتكر انها ايه اسمها؟ بروكسيمال ايروزيف ارتروباسي. ممكن تلاقي شويه افيوجن،
synovial thickening and hyperemia يبقى synovitis. Synovial sheath thickening and hyperemia around the tendons يبقى tenosynovitis. Periarticular erosions, periarticular كمان nodules later on بقى subluxation with deformity and end. يبقى تاني واحدة مشهورة خدناها الروماتويد اللي هي هتيجي يا إما حد بوجع في إيده يا وجع في رجليه. الجاوت وجع في رجليه إلى أن يثبت العكس. طب مش الحتة دي بتاعت الروماتويد؟ أيوة بس هتلاقي فاين إيروشنز. طب الحتة دي بتاع الأوستيو أرثرايتس؟ أيوة بس هتلاقي أوستيو فايت. لكن الجاوت يا إما العين أوريدي متشخص باللاب فترة طويلة، ما بنتكلم اليور اس هيبقى عالي فترات طويلة جدا، عالي بقى في البلاد وفي اليورين اند. الجوت من ضمن الكريتيريا بتاعته اللي هي الليت شوية هتلاقي ايروجن كبيرة جدا اسمها رات بايت ايروجن، كأن رات يعني هو اللي عضل. بيري ارتيكولر، بيري تندينس، بيرسل بروفايل. سوفت تيشو هايبر ايكويك تيشو كونتيننج كريستال اللي هي الصوديوم مونويلات. فده اسمه كريستال ارثروباسي، كريستال ديبوزيشن ارثروباسي. في بعض البرسات بيحصل لها انفلاميشن بلس اور ماينس كالسيفيك تو باي فورميشن جوه سبيسيفيكالي البريتيب البريباتيلر والاوليكرينو. لو لقيت واحد جايب البو سويلنج بوستيرو البو سويلنج لوحده دي اوليكرينو برسايتس استبعد لي جلد. واحد جايب انتيرو ني سويلنج فوق الباتيلا بالظبط بريباتيلر برسايتس استبعد لي برضه الجلد. مظبوط يا دكتوره ساره مظبوط، ما انا جاي لها اجيبها حالا. وده منظر اللارج ايروجنز فيري ويل ديفايند شاربلي مارجينيتد ايروجنز ان لايك بقى الفاين ايروجنز بتاع الروماتويد. هي دي بقى بتاع الجلد ريد بايت. طبعا ده كان جاي طباخ بقى مش فاكر اسمه ايه. المهم فده عندنا مثلا الميتاتارسوفالنجيال لارج ايروجنز filled with synovial thickening and hyperemia. وشايفين بقى بيري ارتيكولار تيشو هايبر ايكويك تمام. بيري ارتيكولار انفلاماتوري تيشو كونتيننج هايبر ايكويك فوساي بعضها مثلا كالسيفيك بعضها نان كالسيفيك. بس الكالسيفيك مش اتاتشد للايدج بتاع البون والا كنت اقول عليه ان ده اوستيوفايت. طب يا دكتور انا حاسس ان دي اوستيوفايت خلاص ما يمكن عيان كبير في السن شوف الباقي. هايبر ايكويك نون شادو يبقى الباقي اللي بيشخص حتى لو انت شكيت فيه الباقي اللي بيشخص. بيري ارتيكولار بيري تنديمس تمام. الروماتويد ارترايتس ايروجنز في نفس المنطقه بس هنا يا جماعه هتلاقيها فيري فاين ايروجنز فيري فاين الايروجنز مختلفه عن بعضيها. طيب احنا قلنا بيري ارتيكولار تو فاي. طب ده الباتيلر تندون وعيان عنده انتيرو نيبين. بيري تندينس تو فاي ايكوجينيك فوساي موستلي نون شادوينج سراوندينج اند انفولفينج التيرمينال بارت بتاع الباتيلر تندون. يبقى جاوتي ارثرايتس لازم ليه بس يا دكتور حسن؟ ماشي هجمعهم في الاخر هجمعهم في الاخر طبعا. اوكي برضه بيري تندينس تكنينج. طب ما يمكن تينوساينوفيتس عاديه؟ لا مش تينوساينوفيتس عاديه. ده تندون عند الميديال انكل وانا مش عارف هو انهي تندون مش مشكله طبعا الاشهر والتيبيالس بوستيرو. لكن لقيت بيري تندينس هايبر ايكويك سوفت تيشوز وكمان ده شكل فيه حفره مثلا في العظم ايه ده لارج ايروجنز اند سو اون. طب الباتيلا انتيرو ني بين وسويلنج ولقيت حاجه زي كده بري باتيلر بيرسايتس وانت قلبك مستريح. طيب بوستيرو البو سويلنج وبين وكلام من ده يا اما بيرسايتس يا اما نون كالسيفيك يا اما كالسيفيك يعني يا اما شويه انفلاميشن وبس يا اما كمان فيها توفان. اوليكرينون او بريباتيلر الاثنين لازم تستبعد الجوت. اوليكرينون لكن المره دي نون كالسيفيك ومعاها ايروجنز في الاوريكرينون بروسس. دي اخر حاجه الاثنين الدكتوراه بقى اثروا عليها. فاكرين لو واحد عنده ني بين بس عندها برضو هيل بين فالكلينيشن بيقول لي انا عملت لها اليوريك طلع عالي فاستبعد لي ان يكون جوتي ارثرايتس للني وليس اوستيو ارثرايتس. عملت تنيت الركبه ده مثلا الركبه النورمال او ركبتي مثلا لكن دي الركبه بتاعتي. شايفين يا جماعه السيرفيس ستيل هايبوتايك زي السنتر لكن هنا السيرفيس هايلي ايكوجينيك حصل كريستال ديبوزيشن
كوندروكالسينوزس للسيرفس بتاع الهايلاين كارتليج، عمل لي ساين اسمها دبل كونتور ساين، لكن الانتيريور او الانترا سابستنس ما فيهاش كالسيفيكيشن. ليه؟ لو لقيت كالسيفيكيشن جوه الهايلاين كارتليج ده ممكن يكون حاجه تانية. حد عارف ايه هي؟ يعني لو لقيت كالسيفيكيشن في الطب بتاعت الكارتليج ده كده جاوت، لكن لو لقيتها في الانترا سبستانس بالظبط كده سودو جاوت، كالسيوم بايوفوسفيت ديبوزيشن ديزيز سودو جاوت. يبقى لو لقيتها على السيرفيس جاوت، لو لقيتها جوه سودو جاوت، الاثنين ممكن يبقوا مع بعض، ممكن ساعتها يبقى اسمها تريبل كونتور ساين. تمام، دي الاختصار بتاع الجاوت. بعد كده ممكن نشوف بقى في كام سلايد ثانيه كومن لوكيشن بالذات عند الفوت الفيرست اللي هي الطرسوفالنجيال، لارج ايروجنز ممتاز، بيري ارتيكولار تو فاي، بيري تندينس، بيرسل تو فاي، سيرتن بيرسي بيبقى انفليم، بيري باتيلر واولوكرينون، كوندروكالسينوزس سواء كانت التروكليا او اي جوينت ثانيه. اي جوينت ثانيه هنحاول نشوف بقى في صور ثانيه ولا لا. في ده الاول النورمال تروكليا، وده الدبل كونتور اللي هي الكالسيفيكيشن بتاع الكوندروكالسينوز بتاع الجاوت. ده بقى الكوندروكالسينوز الكلاسيكيه بتاعت السودو جاوت، انترا سابستانس كالسيفيكيشن. يبقى ده جاوت، ده سودو جاوت، ده كده صوديوم مونيوريت ديبوزيشن، لكن ده كالسيوم بايروفوسفيت ديبوزيشن. لو الاثنين مع بعض بنسميها تريبل كونتور. طيب ميتاتارسوفالنجيال يعني الفوت، حلو قوي، ولقيت هايبرينيا وساينوفيال ثيكنينج، تروح ناحيه ايه؟ الروماتويد. دي كده تروح ناحيه ايه؟ الروماتويد. تمام، مش الجو يعني استبعد لي في هنا ارترايتس انفلاماتوري. طب لو لقيت السيرفيس فيه كالسيفيكيشن، شكرا شكرا، يعني ايه ده؟ الدبل كونتور ساين بتاع الجوت ارترايتس. يبقى دي كده نون سبيسيفيك لوحديها، لكن دي سبيسيفيك. يا دكتور ده معاها حته اوستيوفايت خفيفه، ايه يعني ايج ريليتد اوستيوفايتوز او شويه اوستيو ارثرايتس، لكن دي دبل كونتور ساين. طيب ايه الاخبار؟ لا ده هنا المره دي مثلا ميتاتارسوفالنجيال، لكن الكالسيفيكيشن موجوده في السنتر في السبستنس، يبقى دي السودو جاوت او الكالسيوم بايرو سبيد بوزيشن. يبقى دي، لا دي على السيرفيس. تمام، دي كده في الانكل تيبيا وتيلس يعني الانتيرو انكل ريسس، وهنا في ده كده توفاي، ودي دبل كنترول بتوع الجلد. قلنا العلامات دي، يبقى خدنا الثلاث انواع الكبار. نجي بقى بسرعه في الشويه دول. ميكسد ارترايتس اللي هي غالبا معاها روماتويد فاكتور نيجاتيف اسمها سيرو نيجاتيف، او سبونديلو ارتروباسي يعني في افكشن في السباين ان تيرم اوف ايه؟ ساكروليايتس، سواء كانت بايلاترال سيمتريكال او بايلاترال اي سيمتريكال، يعني سباين وشوينت. سؤال يا شباب، مين اللي بيعمل بايلاترال سيمتريكال ساكروليايتس؟ ده سؤال امتحان صريح. مين اللي بيعمل بايلاترال سيمتريكال ساكروليايتس؟ الانكيلوزنج اند، ماشي، انكيلوزنج اند الانفلاماتوري باول ديزيز اللي هي الانتيروباثيك ارثرايتس. الانكيلوزنج والانتيروباثيك الاثنين دول بيعملوا سيمتريك، تمام، ساكرو الياتس، لكن النون سيمتريك او الاسيمتريك اللي هي السورايسز والرياكتيف اللي زمان كان بيقول عليها رايتر. في حاجه ثانيه تعمل سيمتريك ساكرو الياتس وما تبقاش اصلا ارترايتس؟ يعني مثلا حاجه تعمل ايروجن على الناحيتين بنفس الدرجه تشبه البايلاترال سيمتريكال ساكرو الياتس، هايبر باراثايرويدزم. اوكي، لازم حته الساكرو اليوتس اللي داخل الامتحان يعني يحفظها ويفهم بقى التشعبات بتاعتها كويس. المهم ارثرايتس علشان اقول دي ميكسد يعني فيها ايروجن وفيها برودكشن، تمام، لازم يكون في حته معينه افكشن اللي هي ايه؟ التيرمينال بارت بتاع التندر، الانسيسز. انسيسز يعني ايه؟ اولا انت عندك ده ممكن يكون في نيل تشينجز، شكرا، بس خلي بالك ان الجوينت ممكن يجي قبل النيل. لو جه النيل فدي سورايسس، خلاص كده اي حاجه هتبقى سورايتك ارثرايتس. لا، النيل كويس، لكن الافكشن على مستوى الدي اي بي ديستال انترفالنجيال جوينت، شويه ايروجن شويه بون فورميشن. اذا ايروجن وبون فورميشن يبقى ميكسد،
اشهرهم السورايسس، تمام، بالذات الفينجرز. ايه الاخبار؟ شويه ساينوفيال تكنيك. ايه ده في ايروجن. انت فين؟ انا في البروكسيمال انترفالنجيال جوينت، هروح ناحيه الروماتويد. انا في الديستال انترفالنجيال جوينت، هروح ناحيه السورايسس. يبقى اللوكيشن هيحدد لي ده ديستال ولا بروكسيمال ايروزيف ارثروباثي. الانسيسس اكيلس بين، بصيت لقيت بعد الانسيرشن ب 2 سنتي يبقى ده تندينايتس، لكن ات الانسيرشن بالظبط انسيسايتس. انسيسايتس فكر فيه، لا ده مش مشكله تندون، ده ممكن، مظبوط يا دكتوره اسماء، وان كان ده بيعمل يعني بيور كالسيفيكيشن اكتر، تمام، مش اروجن اللي هي الكوندنسنس الياي دي، تمام. اوكي، الانسيسز لما بيحصل فيها ايروجن او انفلاميشن لازم افكر في عائله السيرو نيجاتيف. ده هنا فعلا عند مكان الانسيسز انفلاميشن وهايبرينيا وايروجن، يبقى دي الميكسد ارثرايتس. التشخيص بتاعي اكيلس انسيسايتس، انفلاميشن للاكيلس عند الانسيرشن، لكن رول اوت لازم تستبعد لي سبونديلو ارثرايتس. ان ظهرك عامل ايه؟ انا ظهري واجعني قوي يا دكتور، يبقى ده انكلوزنج. انا عندي ابنورمال باول هابيتس، ده انتيروباثيك. انا عندي حاجات في الفينجرز، يبقى ممكن يكون السوريس اند سو اون. الاكيليس ماله؟ في شويه باثولوجي، وفي ده هنا بوني بروتروجن. البوني بروتروجن لو حصل عند جوينت بنسميه اوستيوفايت، لو حصل عند انسيرشنال سايت بتاع تندون اللي هو الانسيسز بنسميها انسيزوفايت. فطالما تلاقيت انسيسز او انسيزوفايت او انسيزايتس يبقى لازم تفكر في السيرو نيجاتيف ارترايتس. انفلاميشن وهايبر ايكويك، الهايبر ايكويك دي هتعمل بعد كده كالسيفيكيشن، تمام، دي المرحله اللي هي قبل الكالسيفيكيشن على طول، يعني قبل الانسيزوفايت، تمام. عند هشوف الاكيلس التيرمينال، ماشي، لا دي هنا مش الاكيلس التيرمينال، ده فين؟ ده الميتاتارسو فالنجيال. بصراحه لو انا شفت دي ميتاتارسو فالنجيال ساينوفيال ثيكنينج هايبرينيا افكر في الروماتويد، ده كده بروكسيمال، تمام، يبقى دي انفلاماتوري ارثرايتس. دور لها على سبب، طلع معاها نيل تشينجز او معاها هاند تشينجز في الديستال ولا حاجه، ممكن تروح ناحيه الارثرايتس. انسيزايتس ومعاها باك بين وكان في معانا مثلا اكس راي او خلاص، يبقى دي هتبقى سيرو نيجاتيف موست لايكلي الانكيلوزن. طيب واحد عنده باك بين او نون ان هو انكيلوزن وتينو ساينوفايتس، خلاص اتفصلت، يبقى التينو ساينوفايتس او الساينوفايتس لوحديها من غير اي شكوى دي انفلاماتوري ارثرايتس، هتروح ناحيه الروماتويد. لكن لو معاها بقى عامل مساعد بنقدر نشخص حاجه بعينها من عائله اخوات الروماتويد اللي هي السبونديلو ارثرايتس. السبتيك ارثرايتس جوينت انفكتد، في خلال 7 ايام لو ما اتعالجتش او ما اتشخصتش الجوينت اتدمرت مدى الحياه، يعني دي ايمرجنسي، دي بتاعتنا، شخص على قد ما تقدر بمنتهى السرعه. اشهر جوينت بيحصل فيها السبسس في الاطفال الهب، في الادلت هي النية. الادكت والديابيتس اب نورمال بقى جوينت، ساكرو ايليك اللي انا مش هعرف اشخصها بسهوله في الصناعه، لكن استنو ايليك هنشخصها بسهوله. هتلاقوا ديفورميتي في هب، للاسف ممكن تشخص انها دي دي اتش، لكن العيل ده سيبتك فممكن يطلب منك السونار في اول يوم. لو طلب منك سونار واحد في الحضانه هيب التراساوند في اول يوم لازم تستبعد السبسس، زي الحاله دي بتاع الدكتور احمد لمنوم. باي لاترال افيوجن، تربت افيوجن وديفورميتي يعني وكده، ورفع الفيمورال هيد، شكرا، سيبتك ارترايتس وانا قلبي مستريح، تمام. طيب حد اكبر من كده وماركت تربيديتي، التربيديتي والكلام ده كل ده على فكره ممكن يكون هيموراجيك ممكن، لكن في بين، فيبر، ليكوسايتوزس، ماركت ليميتيشن اوف موفمنت، والعيل ده قاعد يعيط، سيبتك ارثرايتس. طب ايه الاخبار؟ ده كده يا جماعه اللي هي الانتيريور ريسس بتاعه الهيب، ادي كده الاسيتابولم وادي الفيمورال هيد وهنا البايسس لان ده لسه تشايلد، وانا حاطط البروب على انتيريور على الهيب، يعني ده كده الاليوسوس تندو، شويه تربت فلويد نون سبيسيفيك، نون سبيسيفيك، تمام، يعني ممكن يطلع افيوجن وخلاص. ترانزيانت ساينوفايتس ده الاشهر، ترانزيانت ساينوفايتس الاشهر، ممكن تلاقي شويه تربت، ممكن، بس مفيش بين
ليميتد موفمنت، تندرنس، فيفر، لوكوسايتوز اللي هي الاكلينيكيه. يعني السيبتك ارترايتس انا محتاج علامات اكلينيكيه، لكن مجرد الفلويد والتربيديتي نون سبيسيفيك. تمام؟ اوكي. طيب هنا المره دي في الني وكومبلكس افيوجن بعد تروما هيمارثروزس، لكن معاها بين وفيبر وماركت تندرنس سيبتك ارترايتس لازم تو بي اسبيريتد بمنتهى السرعه. تمام؟ الصور اللي بعدين تربت افيوجن، تربت افيوجن ده في القلب. تمام؟ طيب ايه الاخبار في الساينز بتاع الانفلاميشن وي وي وي؟ لا ده ما فيش، ده طبعا يعني دي ان كومن ان احنا نلاقيها مع الايتيبيكال انفكشن، هتلاقي ايتيبيكال سيمبتومز. لكن لو ده كان بايوجينيك هتلاقوا ماركت فيفر وتندرنس اند اكلينيكيا. عيان دايابيتك او انتروفينس دراج ابيوزر وسترنوكليفيكولار جوينت فيها سويلنج سيبتيك ارثرايتس. طب لو بعيد عن الجوينت وخد وقت العظم اوستيومايلايتس. النيوروباثيك اللي هي تشارت جوينت، عيان دايابيتس، فوت سويلنج، العظم مكسر، مش شرط تلاقي هايبريميا، عظم مدغدغ. فدي حاجة سهلة جدا، عظم متكسر على الآخر. تمام؟ في عيان ديابيتس وعنده سويلينج وطبعا الإحساس مش موجود، ده ممكن يطلب على طول إكس راي بصراحة، مش هيطلب سونار. أمال أنا ممكن أشخصها بالسونار بالصدفة، مطلوب لها أرتيريال أو فينس بالنتيجة السويلينج، يعني استبعد لي دي بي تي. أي ديابيتس، أي ديابيتس لازم تبص على الفوت. مش معنى لا يكون شاركوت، لا شاركوت مش هتهمني، لا يكون أوستيومايلايتس. يعني انا مش هدور على العظم المكسر وبس، لا انا هدور على كوليكشن وفيستلا او ساينس فورميشن. الهيم ارثروزس او لايبو هيم ارثروزس غالبا بعد تروما ممكن تلاقي العيان اتخبط فلويد، فلويد ليفل في الجوينت خلاص، الكلير فوق والتربت تحت ده بلط. لكن عند ني جوينت ولقيت المره دي ايه ده، ده الابيض فوق والاسود تحت، ابيض يعني فات. هو امتى الفات يبقى فري؟ لو حصل انترا ارتيكولار فراكشر في الني، اشهر انتيرير انترا ارتيكولار اللي هو التيبيال بلاتو. فلو لقيت فات فلويد ليفل في الني احلف ان في فراكشر في الني، بس الاكس راي نورمال، في فراكشر اعمل لها سي تي. طيب حاله ثانيه ايه ده، ده ابيض على اسود في الني، لايبو هيم ارثروزس، احلف ان في فراكشر. تمام كده البون مارو طلع فوق البلاد. طيب برضو عيان تاني مثلا في القلب ولا حاجه فيه فراكشر ابيض على اسود، ده طفل صغير، احلف ان فيه سوبرا كوندايلا فراكشر. طب ده ادلت، احلف ان فيه، ما تحلفش يعني، يعني رجح بقوه ان في ريديال هيد فراكشر اللي هو الايه ذا كومن از كومن. اخر حاجه، حاجات بقى من اللي هي الانكومن نقابلها، مالتيبل اوسيفيك بوديز في الهيب، وعيان عنده كرونيك هيب بين، كرونيك بيفالجيا، دي حاجه اسمها ساينوفيال اوستيوكوندروماتوزيس نتيجه كرونيك انفلاميشن للساينوفيوم، بيحصل اوسياس ميتابليزيا في الاول نون كالسيفيك بعد كده كالسيفيك. هتلاقوا ايه مالتيبل اوسيفيك بوديز في جوينت مش كومن ان انا الاقي فيها اوسيفيك بوديز زي الهيب زي الالبو، لكن بصراحه عند الني يعني مثلا دي دكتور عند الني معاها اوستيو ارثرايتس، لا معهاش الساينز بتاع اوستيو ارثرايتس، وكلهم يونيفورم كاليبر، لان الاوستيو ارثرايتس لما تلاقي فيها لوز بوديز بتبقى نان يونيفورم، واحد كبير واحد صغير كلام، لكن كلهم يونيفورم كاليبر نشخص ساعتها ساينوفيال اوستيو كوندروماتوزس. اخر كيس لايبوما اربرايزنس عباره عن هايبرتروفي لفاتي تيشو جوه فيوجن زي السوبرا باتيلر، طبعا انا هرجحه بالسونار لكن غالبا هنطلب له ام ار اي. بوليبويد كده بروجكشنز جوه الافيوجن نون فاسكولار، حاجه اسمها لايبوما اركورايزنس. يبقى الخلاصه عندنا ثلاثه كونديشنز مشهورين، اوستيو ارثرايتس غالبا عيان هيجي بلور ليم سويلنج او بين، دور على ايه عظم زايد. تمام، اوستيوفايتس حاجه طالعه لبره، منسكال اكستروجن. تمام، الحاجات اللي قلت اللي هي كارتليج ديجينيريشن نون يونيفورم باتن على شويه ايروجنز تحت الكارتليج، فلويد ديفيوجن، اوسيفيك بوديز لو كانوا مالتيبل هيبقوا نون يونيفورم، ساينوفيال تكنيك، اولد ايج كومن لوكيشن، يعني ممكن تيجي في الايد تيجي، تيجي في الرجلين تيجي. طيب الروماتويد ارثرايتس، خلينا نقول انفلاماتوري ارثرايتس احسن، ايه اللي انت هتلاقيه ساينوفيال تيكنينج في مكان الوجع اللي هي غالبا ايدين او رجلين، يعني هاند او فوت،
تمام. طب لقيت معاها هايبريميا، اذا فهي انفلاماتوري ارثرايتس، دي كده ساينوفايتس تندون ومن غير ما يتخبط من غير اي حاجه، الشيز بقى فيه فلويد وبقى فيه هايبريميا ان كومن لوكيشن، ليه على الدورزال مثلا او على البولر اسبكت او على الفوت. لكن مثلا خلي بالك لو جت في الديكيرفان، الديكيرفان ممكن يلتهب لوحده بسبب ان ده اوكيوبيشنال ديزيز، اوفر يوز ديزيز. لكن على الدورزم او على البولر لا، ده مش اوفر يوز، فساعتها ساينوفايتس او تينو ساينوفايتس، فكر في انفلاماتوري ارثرايتس على راس القائمه روماتويد، بالذات لو كان معاه حاجات ثانيه زي مين؟ افيوجن او جاكستا ارتيكولار ايروجنز في البروكسيمال جوينتس، اللي هي بروكسيمال انتر فالنجيال او ميتاتارزو فالنجيال او الكاربال. تمام؟ ليتر طبعا هتلاقي بقى السبلكسيشن وكده. طيب باقي انواع الانفلاماتوري ارثرايتس ايه اللي انت هتلاقيه؟ هتلاقي شبه الحاجات دي لكن ممكن معاها كمان اوستيوبايت او انسيزايتس، انفلاميشن عند التندون انسرشن. الكونديشن الاخيره الجوتي، المره دي ايروجنز كبيره جدا، بيري ارتيكولر هايبر ايكويك او كالسيفيك توفاي، بيري تندينس، بيرسل، البيرسل هي بتحصل انفلاميشن لوحديها تمام من غير تروما ولا حاجه، سواء كانت كلير فلويد سيبتيتد فلويد كالسيفيك ستراكشرز جواها، الاثنين بيرسل اشهر بريتيبيال واوليكرين، او كالسيفيكيشن لونج السيرفيس بتاع الكارتليج. انهي نوع بقى من الديك كوندروكالسيونز ده اسم مشهور تمام، دي تشخص جوتي لانها عامله ساين اسمها دبل كونتور ساين، لكن لو جوه هيبقى السودو جاوت. يلا كده بالتوفيق بقى ان شاء الله، ونشوفكم يا الاسبوع اللي جاي اللي بعدين ان شاء الله. انا رايح المستشفى الاحرار، هبقى عشان محاضره كده على الباريكوز بينز، هحضر كده شويه اسئله وشويه توبكس كده، وان شاء الله يعني زمايلنا اللي هيحضروا انا هشرح الباريكوز بينز وهشرح البلفيك بينس دوبلر، هحاول كده اجمع له تجميعه باذن الله يوم الخميس القادم. يلا نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.